الأداة الرابعة اللي هي عندي تكاليف دورة حياة المنتج. تكاليف دورة الأول دورة حياة المنتج عبارة عن إيه؟ عبارة عن المراحل اللي بيمر بيها المنتج من أول ما يتقدم للسوق كمنتج جديد لحد ما يتم التخلص منه. وبيتم إمتى يتم التخلص منه؟ لو انخفضت قيمة مبيعاته وانخفض الطلب عليه. دي بقول عليها دورة حياة المنتج. طيب نقدر نقول المراحل اللي بيمر بيها أي منتج، أي منتج بيمر بمرحلة تقديم المنتج. الأول بتقدم المنتج وانتوا زي ما بتشوفوا في حالة مثلا آيفون، تبدأ الشركة بتحاول إن هي تعرض المنتج الجديد بتاعها، فبيظهر المنتج في السوق، حجم السوق وطبعا النمو بتاعه بيبقى قليل جدا. المرحلة دي بتبقى معظم تكاليفها تكاليف بحوث وتطوير. بيجي بعد كده المنتج بينمو في مبيعاته في أرباحه، والحصة السوقية للشركة بتزداد. ممكن في نص طبعا الحالة اللي عندنا حالة واحد وحالة اتنين. الحالة الأولانية جايب لي بيانات عن وحدات المبيع وسعر البيع لتلات منتجات، وجايب لي بيانات التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة على مستوى الأنشطة كلها، إنتاج، تسويق، توزيع، خدمة عملاء، ودي بتمثل مراحل دورة حياة المنتج. تكاليف بحوث وتطوير، وبعدين بيقول لي بيانات تكاليف ثابتة، نفس التكاليف لإنتاج، تسويق، توزيع، خدمة عملاء بس ثابتة. عاوز يحسب تكاليف دخل التشغيل لدورة حياة المنتج. هنحسب الأول تكاليف دورة الحياة. تكاليف دورة الحياة بتبدأ من البحوث والتطوير، تنتهي بخدمة العملاء. لو انا جيت في المنتج الاولاني الاجمالي التكاليف بتاعته، انا بحط طبعا المنتج في المرحله الاولانيه بتبقى تكاليف بحوث وتطوير بس، في كل المنتجات بتبقى تحط لها بحوث وتطوير، ودي تعتبر تكاليف ثابته. هاجي بقى مرحلة الانتاج، عندي هنا هتبقى التكاليف اجمالي التكاليف عبارة عن تكاليف متغيرة زائد تكاليف ثابتة. لو انا قلت على سبيل المثال 225,000، هوصل لها ازاي؟ للمنتج الاولاني عبارة عن عدد الوحدات في التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة زائد التكاليف الثابتة. هو قال لي تكاليف الإنتاج التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة 25، يبقى أضربها في عدد وحدات المنتج الأولاني ألف في 5,000، يديني التكاليف المتغيرة. أجمع عليها تكاليف الإنتاج الثابتة اللي هي جايبها لي 100,000، يبقى إذا هيديني 225,000. شرح تكاليف التسويق والتوزيع وخدمة العملاء للمنتج برضو ب ومنتج ج. أجمع كل التكاليف دي عبارة عن تكاليف دورة حياة المنتج للمنتجات الثلاثة. وصلنا للتكاليف ديت، أقدر إن أنا أعمل دخل التشغيل لدورة حياة المنتج. أنا عندي كل منتج سعر بيعه وعدد وحداته. لو أنا ضربت سعر البيع في عدد الوحدات يديني الإيرادات، اطرح منها التكاليف اللي انا وصلت لها من الخطوة اللي فاتت، هجيب دخل التشغيل لدورة حياة المنتج. الحالة التانية بيقول لي ايه؟ في ميال لبيانات متعلقة بتكاليف تقديرية على مدار دورة حياة المنتج. دورة حياة منتج هنا بيفترض ان في السنة الاولى، وبيقول لي طبعا في تكلفة متغيرة للوحدة، 20 جنيه تكاليف انتاج، 5 جنيه تكاليف تسويق. في التكاليف الثابتة على مدار 4 سنوات، قال لي في السنة الأولى هتبقى 200,000 تكاليف بحوث وتطوير، 450,000 تكاليف تصميم، في السنة الثانية وهكذا إنتاج، تسويق، وتوزيع، وخدمة عملاء. بيقول لي بافتراض إن سعر بيع الوحدة 50 جنيه، فما هي عدد الوحدات المطلوب بيعها لتحقيق التعادل؟ بقى مطلوب مني الأول عدد وحدات التعادل. وبعدين بيقول لي بيفكر مدير في اتباع استراتيجيات تسعير البديلة، يعني لو باع بسعر 50 جنيه للوحدة ممكن يبيع 500,000 وحدة، لو باع ب70 في السنة التانية البديل الأولاني هيبيع على مدار دورة حياة المنتج، لكن البديل التاني قال لي في السنة التانية هيبيع ب70، يبقى متوقع يبيع 100,000 وحدة. وفي السنة الثالثة والرابعة قال إن سعر البيع ممكن ينخفض ل40، متوقع يبيع 600,000 واحد. عاوز طبعا النصح للشركة أنهي استراتيجية تسعير مناسبة نقدر نرشدها ليها. أول حاجة اللي هي عدد وحدات مطلوب بيع لتحقيق التعادل، عبارة عن عندي التكلفة المتغيرة للواحد، عندي تكلفة الإنتاج لكل واحدة زائد تكلفة التسويق المتغيرة هديني 25 جنيه. طيب هامش المساهمة للوحدة أو ربح الحد للوحدة، عندي سعر البيع اللي هو الوضع الأولاني 50 جنيه، أطرح منه التكاليف المتغيرة هيديني 25 جنيه. إجمالي التكاليف على مدار حياة المنتج، هبدأ أجمع
تكاليف بحوث وتطوير، تكاليف تصميم، انتاج، تسويق، توزيع، خدمة عملاء. هيديني اجمالي التكاليف الثابتة على مدار دورة حياة المنتج 6,435,000. اقدر اجيب التعادل بالوحدات، التكاليف الثابتة على الربح الحادي او هامش المساهمة للوحدة هيديني 257,400. طيب ايه البدائل اللي هو عاوز يتبعها للتسعير؟ قال لي اول بديل، اول بديل هيبيع على مدار دورة حياة المنتج لو خلى سعر البيع 50 هيبيع 500,000 واحد، يبقى عندي الايرادات 25 مليون. طب التكاليف المتغيرة، عندي التكلفة المتغيرة احنا زي ما احنا عارفين بتبقى ثابتة على مستوى الوحدة، هي 25 اضربها في عدد الوحدات يديني 12,500,000. التكاليف الثابتة الثابتة على مدار الاربع سنين 6,435,000. لو انا جمعت التكاليف المتغيرة على الثابتة وطرحت منها طرحتها من الإيرادات يديني دخل التشغيل، يبقى البديل الأولاني يديني دخل تشغيل 6,065,000. البديل التاني قال لي في السنة التانية هنخلي سعر البيع 70، يبقى في الحالة دي هنبيع 100,000 واحد، يبقى عندي هنا الإيرادات 7 مليون. في التالتة والرابعة هنخلي سعر البيع 40، هنبيع 600,000 وحدة، يبقى الإيرادات 24 مليون. إلى إذن الإيرادات على مدار دورة حياة المنتج 31 مليون. طب التكاليف المتغيرة، التكاليف المتغيرة لو أنا بعت 100,000 وحدة وهي ثابتة، نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة 25 زائد هبيع 600,000 وحدة في السنة التالتة والرابعة برضو بـ25 الوحدة يديني 17,500,000. التكاليف الثابتة زي ما احنا حسبناها من الأول خالص 6,435,000. لو أنا جمعت التكاليف المتغيرة على التكاليف الثابتة وطرحتهم من إيرادات اللي هي 7 مليون و24 مليون، يعني 31 مليون، هيديني دخل التشغيل 7,065,000. لو بصينا للبديلين هلاقي إن البديل الأولاني بيديني دخل تشغيل 6,065,000، البديل التاني بيديني 7,065,000، يعني في هنا البديل التاني الدخل بتاعه أعلى. طبعا المفروض إن ينصح الشركة باتباع استراتيجية التسعير في البديل التاني. الأداة اللي بعد كده اللي هو بيقولوا عليه تي دي اي بي سي، منهج تكاليف على أساس الوقت. هو منهج تكاليف على أساس الوقت جه كوسيلة لمعالجة المشاكل المترتبة أو الانتقادات اللي توجهت لمنهج الاي بي سي. ده طبعا بيعتبر أداة لقياس وتحديد كفاءة التكاليف من ناحية الأصول، كفاءة الأصول كده، العمليات، أهداف التكلفة. بيتأسس على أن بيتم تخصيص التكاليف الموارد إلى تكلفة المنتج باستخدام تكلفة وحدة الوقت بدل ما يعمل تكاليف الأنشطة. بيساعد طبعا في تحديد معدلات تكلفة على أساس القدرة الفعلية لإمداد الموارد، وزي ما احنا هنشوف خطوات بتاعتها دلوقتي. بيوفر لي معلومات دقيقة عن تكاليف التشغيل، خاصة تكاليف غير المباشرة اللي هي بتعمل مشكلة لما أجي أحسب تكلفة المنتج. بيعتمد المنهج ده على ركيزتين، إن بيقدر الوقت المستنفذ لكل عملية من عمليات النشاط الواحد، يعني بيقسم لأنشطة، بس الأنشطة مش زي الإي بي سي، لأ كل نشاط يقول الخطوات بتاعته وكل خطوة بتحتاج قد ايه واحدة من الزمن، ودي بتبقى اسمها مسببات الوقت. بعد كده بيلجأ الى مسببات التكلفة. الميزة اللي بتميز بيها منهج التكاليف على اساس الوقت انه ممكن يحدد لي مستوى الطاقة الغير مستغلة، ودي ما كانش بيعملها الاي بي سي. يبقى هو بيقدر الوقت اللي مستخلك داخل النشاط بناء على مسببات، قلنا مسببات الوقت اللي هي بتستخدم كمسبب للتكلفة. بيساعد منهج التكاليف على أساس الوقت استخدام مسببات الوقت زي ما قلنا بدلا من محركات الأنشطة، ويقدر يحدد تكاليف طاقة غير المستغل. المكونات والخطوات العملية، هو زي ما قلنا بيتكون من مسببات تكلفة ومعادلات وقت. مسببات تكلفة تمثل الأساس لتحميل التكاليف على أهداف التكلفة. مسببات وقت بتحدد الوقت المطلوب للقيام بخطوات نشاط ما. معادلات الوقت تصف الوقت اللازم لإنجاز النشاط باستخدام هذه مسببات الوقت. وبيتم حساب تكلفة النشاط ازاي، عبارة عن الوقت المطلوب للنشاط في تكلفة وحدة الوقت. الخطوات،
زي ما احنا من خلال الخطوات بنحدد النشاط المطلوب، وبنحدد التكلفة الإجمالية والطاقة العملية، ونحسب معدل تكلفة وحدة الزمن المطلوب، ومنه أقدر أعرف التكاليف الكلية للنشاط. مش عندكم حالة رقم واحد بيقول لي شركة إلكترونية تنتج إكسسوارات حاسبات إلكترونية محلية وخارجية، تبيع لعمال تجزئة وجملة عن طريق الاتصال المباشر بالعملاء من خلال الانترنت او التليفون والشحن لهم بالبريد السريع. هيوصف لي الاجراءات والوقت المقدر لكل نوع من النشاط ده اللي هو متعلق بالبيع والاتصال بالعملاء. طبعا الغرض الاساسي انا عاوز احسب التكاليف غير المباشرة. جايب لي هنا الاجراءات النشاط اللي هو نشاط الاتصال بالعملاء 9 اجراءات، وجايب لي تفاصيلهم ووصفهم، قال لي الوقت المقدر لتنفيذ كل اجراء بالدقيقة، وعدد المرات اللي اقدر اعمل بيها الاجراء دوت في الشهر. كل العملاء ممكن يتصلوا بالموظفين عن طريق الانترنت او التليفون او الاتصال المباشر. عندي عدد الموظفين 6، والوقت المستنفذ في خدمة العملاء وعدد مرات الحدوث جايبها لي في جدول صغير. قال لي موارد الشركة، لو احنا بصينا للموارد هتلاقيها كلها تكاليف غير مباشرة، مكافآت وتبرعات، اهلاك اصول ثابتة، ايجار واعباء اخرى، فواتير شركة الاتصالات. هو عاوز يحسب التكلفة الكلية للنشاط، وطبعا في متطلبات اخرى مش ضروري ان احنا نعملها رقم 2 ورقم 3. اهم حاجة عندي رقم 1 اللي هي بتوصف لي الخطوات اللي انا اقدر اوصل منها التكاليف غير المباشرة لوحدة المنتج. بيقول لي طبعا اول حاجة بجيبها، اول خطوة بحدد التكلفة الكلية للنشاط، ودي عبارة عن مجموعة من الخطوات. احدد الموارد واقدر التكاليف الاجمالية، فهو جايب لي بنود التكاليف جمعتها طلعت 65,300. اشوف بقى التكاليف غير المباشرة من خلال معادلات الوقت ومسبباته زي ما قلنا اللي بتعتمد عليها او تعتبر الركيزة الاساسية لمنهج التي جي اي بي سي. طب احسب بقى ازاي؟ اول حاجة اعملها احدد الطاقة الفعلية اللي بنقول عليها كفاءة الاصول ووقت الفعل المتعلق بها اللي هي ساعات العمل باستثناء الاعطال والعطلات. طبعا هنا بيقول لي عدد الموظفين 6، ساعات العمل لكل موظف بيبقى دي طبعا بتبقى معروفة 21 يوم في الشهر، اليوم 8 ساعات، وعدد الموظفين 6. لو انا ضربت 6 × 8 × 21 هيجيب لي ساعات العمل الموظفين اللي هي 1008 ساعة، دي بسميها الطاقة المتاحة. لكن انا مهم جدا ان انا عاوز الطاقة العملية فعلا مع الاخذ في الاعتبار الاعطال والايه والعطلات. قال لي الطاقة العملية 80% دي مفترضة، يبقى 80% من 1008 ساعة يديني الطاقة العملية بالساعات 806. لو انا حولتها لدقايق اديني 48384. طيب بعد كده بحسب تكلفة وحدة الزمن. انا عندي اجمالي التكاليف طلعناه من الخطوة اللي فاتت 65,300، وعندي الطاقة العملية بالدقايق 48,340، يبقى اداني تكلفة وحدة الزمن 1 جنيه و35 قرش، ودي اللي بتعتمد عليها التي جي اي بي سي لكل طبعا دقيقة لان احنا حولنا لدقائق. هبدأ عندي احط الاجراءات والوصف بتاعها والوقت المقدر اللي جاي لي بالدقائق في التمرين، وبعدين اقول تكلفة الاجراء ده قد ايه، هضرب وحدة الزمن في الوقت المقدر لتنفيذ كل اجراء. يعني الاجراء الاولاني 60 × 35 هيديني 81 جنيه. طيب التكاليف الكلية للنشاط اللي هي تكاليف بقى غير مباشرة لنشاط البيع عبارة عن تكاليف الاجراءات في عدد المرات زي ما احنا قلنا، ايه ادي عدد مرات الحدوث في الشهر، وانا عندي تكلفة الاجراء طلعته، يبقى اضرب عدد المرات في تكلفة الاجراء اداني التكلفة الكلية للاجراء ده على مدار الشهر. لو انا جمعتهم اداني النشاط ده اللي هو نشاط الاتصال بالعملاء تكلفته 65,318. هو طالب طبعا رقم 2 ورقم 3، دي مش مشكلة يعني مش مطلوبة بالنسبة لنا.
يبقى كده احنا قلنا الخطوات قلناها من خلال تمرين، وعرفنا ازاي نوصل للتكلفة الكلية للنشاط، واللي هي تعتبر طبعا هنا تكاليف غير مباشرة. يبقى الفرق بينه وبين منهج الاي بي سي ان احنا ما قسمناش الانشطة وشفنا استهلاك كل نشاط من الموارد، لا جبنا تكلفة وحدة الزمن، ومنها قدرت اعرف تكلفة النشاط الكلي. دلوقتي الفصل الثالث نظام تصنيع خالي من فوائد، اللي هو بيقولوا عليه اللين، اللين اكاونتنج. طبعا في اللين هو بيطبق في بيئة التصنيع الحديثة. انت عندكم في فرق ما بين بيئة التصنيع الحديثة وبيئة التصنيع التقليدية، وبعدين في فرق بينه وبين المحاسبة التقليدية كمان، لان هو نظام قائم بذاته لأدواته الخاصة بيه زي ما هنشوفها فيما بعد. هو مفهومه ايه؟ هو اصلا بيسعى ان هو يعمل ادارة وتطوير للانتاج والعمليات والعلاقات مع العملاء، بحيث الانتاج بيتم بأقل مجهود ممكن، وبأقل مساحة ممكنة، بأقل رأس مال ممكن، وبأقل عدد من الوحدات المعيبة. بيوصل لده من خلال التخلص من الفاقد بكافة أشكال. والفاقد مش لا يعني الفاقد اللي انتوا درستوه في المراحل ما يفقد من المنتجات أو الوحدات، لا، الفاقد ليه أشكال كتير هنشوفها دلوقتي. الهدف طيب من احنا نقلل الفاقد أو نتخلص منه ايه؟ ان احنا نخلق قيمة للعميل عن طريق ان احنا نديله منتج بجودة عالية بسعر مقبول بأفضل كفاءة ممكنة. طب ايه هي مفهوم الفاقد من منظور مدخل الترشيد او منهج الترشيد؟ بيقول ان الفاقد ده اي نشاط لا يضيف قيمة للمنتج ده يعتبر فاقد. فممكن ان احنا نشوف على سبيل المثال انتاج الزايد بترتب عليه ان احنا نحط في المخزن وندفع تكاليف تخزين اضافيه، ادي فاقد. انتظار الالات الانتقال من مرحله لمرحله ده يعتبر فاقد. حركات غير ضروريه في مناوله المواد من المخزن الى الالات، من كل من اله للاله اللي بعدها او مرحله المرحله اللي بعدها، عدم ترتيب الالات بطريقه مناسبه، وضع المنتجات كمان بطريقة غير مناسبة، ده يعتبر نوع من أنواع الفاقد. برضو من ضمن أنواع الفاقد إن احنا بنشغل عمليات إضافية لما يبقى فيه عيب في المنتج، سواء سلمناه أو ما سلمناهوش للعميل، يبقى دي ده نشاط لا يضيف قيمة للمنتج، وبالتالي يعتبر شكل من أشكال الفاقد. كمان من أشكال الفاقد حالة شراء مواد خام بكميات كبيرة. الاتجاه دلوقتي زي ما احنا هنشوف احد مبادئ محاسبة الترشيد او منهج الترشيد، اللي هو ان انا ما اشتريش الا المادة الخام الا ما احط على الآلة على طول، يعني اتخلص من المخزون. في الحركات غير الضرورية معيب او تالف، دي تعتبر كلها من اشكال الفاقد. طيب مدخل الترشيد او منهج محاسبة الترشيد الفاقد ليه مبادئ؟ ليه 5 مبادئ أساسية. أول حاجة، أول مبدأ، أحدد قيمة لكل منتج. حدد القيمة لكل منتج ليه؟ عشان أخلق قيمة للمنتج عند العملاء. طب امتى اخلق قيمه للمنتج عند العملاء؟ لما انتج المنتج بخصائص ووظائف بيطلبها العملاء، ومواصفات واسعار بتناسبهم زي ما قلنا قبل كده، لان العميل هو سيد السوق. يبقى اهتمامي اصلا ان انا اعظم القيمه من منظور العميل. المبدأ الثاني ان انا احدد تيارات القيمه. تيار القيمه هو عباره عن ايه؟ مجموعه من المنتجات تنتمي لعائله منتج واحدة بتتبع نفس إجراءات الإنتاج. أنا بطلق عليها برودكت فاميلي أو عائلة المنتجات. عائلة المنتجات بتضم مجموعة من المنتجات المتجانسة اللي هي التدفق بتاعها متماثل، الملامح بتاعتها متشابهة، الخصائص متشابهة، بجمعها في تيار واحد بقول عليه تيار القيمة. إذا لو الشركة بتنتج حوالي 20 منتج ممكن تعمل 5 أو 6 تيارات من القيمة بتجمع فيها المنتجات المتشابهة.
تالت مبدأ اللي هو عندي تدفق تيار القيمة. يعني ايه تدفق تيار القيمة؟ يعني ازاي ان احنا نحاول نعمل تحسين لتدفق القيمة داخل نفس التيار، سواء كان في تدفق للمواد خام او تدفق للمعلومات او تدفق للنقد. ونشوف مساهمة كل مرحلة من مراحل الانتاج في خلق القيمة. زي ما قلنا من الاول، القيمة للمنتج على اساس ان احنا ننظم القيمة عند العميل، ومن خلالها نعرف أولويات كمان التحسين. المبدأ الرابع اللي عندي اللي هو الانتاج وفقا لنظام السحب. انا عندي فيه نظامين، نظام السحب ونظام الدفع. مدخل الترشيد بيتبنى نظام اللي هو عدم الانتاج الا بناء على طلبات او متطلبات العميل، وبالتالي مفيش مخزون عندي، يبقى ده اللي بيقولوا عليه اللي هو البول سيستم. البول سيستم ده نظام السحب. طب ايه النظام اللي كان ماشي قبل كده؟ نظام اسمه البوش سيستم، اللي هو كان نظام الدفع، كان بيعتمد على ان احنا بننتج انتاج ضخم ونرميه في المخازن، نشتري مواد خام بكميات ضخمه ونرميها في المخازن ونتحمل تكاليف تخزين. اخر مبدأ الوصول الى الافضلية والكمال من خلال التحسين المستمر. بقول ان انا بعمل تحسين مستمر للعمليات عشان احقق من خلال الكمال. والكمال بيتحقق ازاي؟ ان انا انتج منتج خالي من العيوب، ان انا اتخلص من جميع انواع الفاقد، ان انا اقدم منتج متميز في مواصفاته ومطابقته لرغبات العملاء في الوقت اللي بيطلبوه العملاء وبالسعر المناسب للعملاء. دي مبادئ الترشيد. طب ايه الادوات الاساسية او الرئيسية اللي هو بيستخدمها مدخل محاسبة الترشيد؟ عندي اول حاجة في حاجة اسمها قائمة تكاليف تيار القيمة، اللي انا اقدر من خلالها احسب تكلفة المنتج. في قائمة الدخل القيمة، هحسب من خلالها ربحية كل تيار قيمة، او ممكن اقيم اداء تيارات القيمة من خلال حاجة اسمها البوكس سكور، زي اسمها بطاقة الاداء، زي بطاقة الاداء المتوازن، ان انا ارشد الفاقد واتخذ قرارات. بتشوف انا اول حاجة عندي اللي هي قائمة تكاليف تيار القيمة. تكاليف تيار القيمة هي كل، احنا اتفقنا هنقسم المنتجات الى منتجات متشابهة في الخصائص والخطوات والتدفق والانسيابية، ونعمل بيها حاجة اسمها الفاميلي برودكت. طيب يبقى التكاليف بتاعت الفاميلي برودكت دي عبارة عن تكاليف كافة الأنشطة اللي بتهدف الى تقديم المنتج، من ساعة ما نستلم امر الانتاج من العميل لحد ما نسلمه الامر ونستلم منه النقدية. طبعا في من خلال تكاليف تيار القيمة، زي ما احنا قلنا ان انا بستبعد التكاليف اللي هي بتمثل فاقد، وبالتالي عشان احافظ على التكلفة بتاعتي بصورة عالية. من وجهة نظر تكاليف تيار القيمة، بعتبر كل التكاليف مباشرة، مفيش حاجة اسمها تكاليف غير مباشرة، وبالتالي انا ما عنديش مشكلة لا التحميل التقليدي ولا الاي بي سي ولا التي دي اي بي سي، على اساس ان التكاليف مباشرة على تيار القيمة. يبقى كل التكاليف داخل التيار هتعتبر تكاليف مباشرة عليه. طب لو في تكاليف ما بتخصش تيار معين وتخص مجموعة من التيارات، هوزعها على تيارات قيمة، ولكن هخصص عمود ليها في قائمة الدخل باسم تكاليف مساندة او تكاليف الدعم. بنشوف عندي الانواع طبعا التكاليف، جايه تكاليف تيار القيمه من استلام الامر العميل لحد ما نسلمه له، جايه انواع عندكم بالتفاصيل وبشرحها. بشوف عندي حاله بقى عمليه ازاي ان انا اعمل قائمه تكاليف تيار القيمه عشان اعمل بعدها قائمه دخل تيار القيمه. لو انا اشوف حالة الاولانية، عندي جايب لي عناصر تكاليف، بيقول لي توفرت بلد تالي انشطة وعناصر تكاليف متعلقة بها شركة الرواد الصناعية، جايب تكاليف العمالة مجزأها ومفصلة، تكلفة المواد، تكلفة الالات، تكاليف خارجية، تكاليف اخرى، ومطلوب تصوير قائمة تكاليف تيار القيمة.
إذا علمت أن عدد الوحدات اللي تم شحنها للعملاء 2134. شكل قائمة التكاليف إيه؟ أدي قائمة التكاليف عندكم في صفحة 157. ببدأ بالعمود الأولاني في التفاصيل. لو تلاحظ إن كافة البنود اللي موجودة في خانة البيان بتشمل تكاليف الأنشطة من استلام الأمر للعميل لحد ما نسلمه له. فبيقول لي المواد عندي جايبها لي بالنسبة للآلات، بالنسبة للتحميل اليد، وبالنسبة للتصنيع. يبقى في عمود لتكلفة المواد، في عمود للتكاليف الخارجية، والتكاليف الخارجية دي لما بنسند لحد يعمل لنا حاجة، زي هنا جاية بس هندسة التصميم، سندنا الشركة مثلا تصمم لنا تصميم المنتج. في تكلفة العمالة جاية في كل بند من البنود، تكلفة الآلات، أي تكاليف أخرى اللي هي التكاليف اللي هي بيقولوا عليها المقاولات من الباطن. انا عندي بقى بجمع خدمة العملاء في الصفوف عشان يطلع لي العمود الاجمالي، بجمع الصف وبجمع الاعمدة، بحيث الاعمدة عندي هتطلع لي تكلفة المواد لتيار القيمة ده، يبقى كل تيار قيمة اعمل له قائمة تكاليف زي كده، بحيث ان انا اطلع تكلفة المواد، تكاليف الخارجية، تكلفة العمالة، تكلفة الالات، تكاليف اخرى، واطلع اجمالي التكاليف. اجمالي التكاليف عندي طلعت لتيار القيمه ده 702026. طب 702026 اذا طلع لي لتيار مش لمنتج معين، قال لي الوحدات اللي شحناها كلها من كافه المنتجات اللي هي بتاعه تيار القيمه دي 2134. طب متوسط تكلفه الوحده كام؟ هتطلع 329. لكن يبقى لو تلاحظ ان انا بطلع الوحده الواحده كمتوسط، ليه؟ لان بيبقى تيار قيمه في العديد من المنتجات. قال لي انا ممكن اعملها بطريقه تانية، على اساس ان بيفترض في مدخل الترشيد ان تكاليف التحويل هتبقى ان شاء الله هتبقى واحد، ودي هنشوفها في اخر فصل باذن الله. اما تكاليف المواد هي اللي بتختلف. ادي تكاليف المواد تيار القيمه 512160، وتكاليف التحويل اللي بيحول المواد الى منتج تام عندي اللي هي عماله وخارجيه، اللي هي الاعمده، الاربع اعمده اللي عندنا، العمالة والتكاليف الخارجية والآلات والأخرى. إجمالي تكاليف التحويل لو أنا جمعتهم مع بعض يديني تكاليف تيار القيمة. إذا أنا بحسبها بطريقة تانية. الحالة 2 مش مكررة، هنخش على الحالة 3. الحالة 3 هنا طبعا بيشرح لي إزاي أعمل قائمة دخل تيارات القيمة، وأنا بعمل لكل تيار قيمة، إحنا هنعمل كل تيار قيمة قائمة تكاليف زي اللي شفناها. بعد كده بتجمع التكاليف بتاع تيار القيمة كلها، واجي اعمل قائمة الدخل ايراداته. هنشوف دلوقتي ما باخدش في اعتبار اي تغيير في المخزون وانا بطلع ربح تيار القيمة، لكن انا ممكن اظهره بعد كده على مستوى الشركة. يعني في تكاليف على مستوى الشركة هنحطها عادي زي ما كنا بنحطها قبل كده، وهنلاقي ان الربح على مستوى الشركة في الاخر يتساوي، لكن يختلف في مرحلة إظهار الربح لكل تيار قيمة على حدة. هنشوف عندي هنا التمرين اللي هو حالة 3، بيقول لي إيراد مبيعات لتيار قيمة 1 وتيار قيمة 2، بيانات التكاليف جاب لي مواد خام وأجور ومعدات، تغير في المخزون تيار قيمة 1 و2، بيانات أخرى، تكاليف داعمة، وتكلفة المرافق. تكلفة المرافق دي الوحيدة اللي بتتوزع على تيارات القيمة. يعني احنا بنحل مشكلة توزيع التكاليف الغير مباشرة او تخصيصها، ما كنا بنلجأ للتحميل او الانشطة او لتكلفة وحدة الزمن، لا، هنا التكلفة الوحيدة اللي بتوزع على تيارات القيمة اللي هي المرافق، ودي قالوا ان احنا بنوزعها بعدد الاقدام المربعة اللي بيشغلها كل تيار قيمة. يبقى ده العنصر الوحيد اللي بتوزع على تيارات القيمة. جيب لي على التكاليف اللي هي البيانات الاخرى دي هنبقى نعملها على مستوى المنشأة. ادي قيمة الدخل، بيقول لي لو انا عندي تيارين قيمة، عندي التكاليف بتاعتها، المبيعات بتاعتها، قال لي 2500 للتيار الاولاني و 3500 للتيار التاني، يبقى ادي اجمالي. بخصص عمود للتكاليف الداعمة، احنا قلنا ايه؟ في تكاليف، نوع من التكاليف يخص تيارات القيمة ما بوزعوش، بعمل له عمود خاص بيه بس في قائمة الدخل. يبقى عندي هنا المبيعات ناقص التكاليف، تكاليف مواد خام وأجور ومعدات ومرافق، مرافق وزعناها،
طلع نصيب تكاليف طيار القيمة الأولاني 1075، طيار القيمة التاني 1825، أما التكاليف الداعمة هي 100، فحطيناها في العمود الإجمالي. جمعنا المبيعات لكل طيارات القيمة، جمعنا التكاليف لكل طيارات القيمة، إجمالي التكاليف عندي لطيارات القيمة كلها بما فيها الداعمة 3000. إذا مجمل ربح طيار القيمة على مستوى طيار القيمة وعلى مستوى الكل، على مستوى كل طيار قيمة 1425 و1625، على مستوى الكل 3000. المرحلة اللي بعد كده ببدأ بقى، لو تلاحظوا أنا ما حطيتش تغير في المخزون خالص وأنا بحسب ربح تيار القيمة. أبدأ بعد كده أحط تغير في المخزون وأحط تكاليف الشحن والتكاليف الإضافية اللي هي تخص المنشأة ككل. قال التغير في المخزون سواء بالانخفاض أو الزيادة. انخفاض أو الزيادة يعني إيه؟ يعني زيادة آخر مدة عن أول مدة، أو نقص آخر مدة عن أول المدة. هنا طبعا 50 بالموجب يبقى بالزيادة، و75 التغير بالمخزون. عندي هنا طلع 125. لو انا جبت على مستوى القيمه الاولاني كان مجمل الربح بتاعه 1425، شلت التغير في المخزون 1375، 1600، وعلى مستوى الكل 2875. تكاليف الشحن هنا بحطها على مستوى الكل 300، تكاليف إضافية على مستوى الشركة 150، بتنزل يبقى صافي دخل التشغيل كله 2425. لو أنا حبيت أجيب معدل عائد على المبيعات، عندي صافي دخل التشغيل في العمود الأولاني طيار القيمة الأولاني أنسبه على المبيعات يديني 55%، طيار القيمة الثاني أنسبه على المبيعات يديني 46%، على مستوى الشركة يديني 40%. ودي بتبينني انهي تيار قيمه بيبقى مكسبه اكتر او معدل العائد بتاعه اكتر، بحيث ان انا اهتم بيه. وكده يبقى عند فاضل جزئيه بطاقه تقييم الاداء اللي هي بوكس سكور، اللي هي ثالثا دي لحد الاخر ملغيه. طبعا اخر حاجه بيبقى حاول انتوا خدتوا قبل كده الاي بي سي، خدتوا مدخل الترشيح، خدوا التي جي اي بي سي. فاخر فاصل بيحاول يربط ما بين الادوات دي كلها وبيعمل مقارنه بينها وبين النظام التكاليف التقليدي. فانت عندكم بقى الحالات تطبيقيا رقم 2 ورقم 3 بيربط بين الاي بي سي والتي جي اي بي سي ومدخل المحاسبه عن الفاقد. انا تناولتها بالتفصيل قبل كده، فما هي الا تمارين مجمعه بيحل بكل طريقه الانشطه انتوا خدتوها في الاول، التي جي بي سي خدتوها، مدخل محاسبه عن الفاقد خدتوها، وبالتالي مقرر عليكم حاله عمليه رقم 2 وحاله رقم 3. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.